بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن براكتيكال الباراسيتولوجي بتاع الجي اي تي. ان شاء الله نحاول نلم المنهج كله كده في 3 4 ورقات ونلم الفيشرز بتاعه كل الداتا اللي معانا عشان تبقى سهل ان شاء الله في الحل وما تاخدش مننا وقت. هنعمل اول حاجه كده سكيما المنهج البارا. احنا عندنا منهج البارا عباره عن بروتوزوا والمنسز. تمام، البروتوزوا دي خليها الكائنات الوحيده الخليه هناخدها في الاخر. المنسز بقى ثلاث حاجات: كريماتود وسيستود ونيماتود. تمام، الكريماتود علينا فيها ثلاثه المنسز، هناخدهم اول واحده الفاشيوله، تاني واحده الهيتروفيس هيتروفيس، اخر واحده الشيستوزوما منسوما. طيب احنا هنشوف ايه في اول حاجه في الفاشيوله. عندنا اول حاجه الفاشيوله هيباتيكا، تاني واحدة اللي هي أختها الكبيرة الفاشيولا جيجانتيكا. بعد كده هنشوف سلايد عبارة عن ليفر سيكشن والجواها الدودة بتاعت الفاشيولا، ليفر سيكشن والفاشيولا. بعد كده الإيج، آخر حاجة السنيكس اللي اسمها لينيا. طبعا احنا الاكس كلهم مش هنقولهم عشان اليوم تجميع كده ل 10 دقايق لوحدهم في اخر الفيديو، ان شاء الله هنجيبهم مع بعض. تمام، بالنسبه للفاشيوله هيباتيكا هناخد اول حاجه كده هنا، دي طولها 3 سم. الجيجانتيكا اختها الكبيره طولها 6 سم. تمام، الايج احنا برضه هنجيبها في التجميع في الاخر، بس الايج بتاعت الفاشيولا بتاعت الهيتروفيس والشيستوزوما منسوني دول اكبر ثلاثه هيمنتز عندنا في المنهج، فهتبقى هي اوفر في حجمها كبير لحد ما 160 في 60 مايكرون، يعني ايه هنضرب اي طول في عرض، بس دي حجمها كبير. بعد كده طول ما احنا ماشيين في كل الاكس هيبقى تقريبا المتوسط بتاعها 40 في 60 مايكرون. تمام، طيب تاني حاجه في الهيتروفيس هيتروفيس هنشوف الورم وهنشوف السنيل اللي اسمها بيرنيلا كونيكا سنيل. الشيستوزوما منسوني بقى هنشوف الميل، هنشوف الفيميل، الاثنين مع بعض هيدونا قبل اتجوزوا هينزلوا الايج، الايج هتهاتشنج تدينا سيركاريا، السيركاليا هتروح تدور على السنين اللي هو بين فيلاريا سنين بايو فيلاريا الكسندري سنين. تمام، قلنا طيب ناخدوها بقى كده ايه واحده واحده الفيتشرز. قلنا الفاشيوله هيباتيكا والفاشيوله جيجانتيكا دي 3 سم دي 6 سم، بالمره كده الهيتروفيس هيتروفيس دي 3 سم دي 3 ميل وصلها. تمام، الميل بتاع الشيستوزوما منسوني 1 في 8، الفيميل 14 في 15، بس 15 من 100. تمام، احنا قلنا الاكس هنضرب اي طول في عرض 160 في، خدنا يعني نفس الارقام مش لازم نحفظ بالظبط، يعني 160 في 60 مايكرو. تمام، معلش الصفحه دي هي كده هي دي اللي فيها كام رقم متلخبط، بعد كده كله شبه بعض. الهيباتيكا 3 سم، الجيجانتيكا 6 سم، الورم 3 سم بتاعت الهيتروفيس هيتروفيس يبقى 3 ملي، الميل بتاع المنسوني 1 في 8، الفيميل 14 في 15، بس 15 من 100 ملي. طيب ناخد بقى الفاشيوله هيباتيكا. الفاشيوله هيباتيكا بتبقى عامله كده تقريبا، تمام، ليف لايك، انما الهيتروفيس هيتروفيس يعني شبه ورق شبه ورقه الشجر، انما الهيتروفيس هيتروفيس بتبقى شبه الكمثرى يعني بير لايك. تمام، دي ليف لايك لها سيفال الكوم، لها شولدرز ليف لايك سيفال الكون وشولدرز، وبعد كده لها تو سكرز اورال سكر
وفنترال سكر، وبعد كده هنتكلم عن الجينيتال اورجانز بتاعتها. هنا كل حاجه في الفشيوله برانشد، يعني لو قلنا التستس هايلي برانشد، الاوفري هايلي برانشد، الانتستينال سيكا هايلي برانشد، اليوترس باك تو اكس اند هايلي برانشد. تمام، يبقى نقول تاني كده احنا عرفنا تقريبا هيباتيكا فشيوله هيباتيكا 3 سم، الطوله 3 سم. تاني حاجه لها سيفاليك كون من فوق كده، لها شولدرز. تمام، ليها تو سكرز اورال فيترال سكرز، وكل حاجه فيها تبقى برانش الانتستينال سيكا والاوفري والتستس واليوترس هيبقى هايلي برانش. تمام، طيب نخش على فشولة جاجنتيكا. فشولة جاجنتيكا نفسها بالظبط هي نفس الفيتشرز، بس بدل ما هي 3 سم هنقول 6 سم. تمام كده. بعد كده هنخش على الليفر سيكشن ويز فشيوله، هيجي لنا سلايد. السلايد هنبص تحتها نلاقي نورمال تيشو عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه، الليفر تيشو وفيها حته كده في النص فيها ورم. طب هنقول ايه في الليفر سيكشن ويز فشيوله؟ هقول عباره عن كات سيكشن لفلات ورم، والورم دي ما فيهاش بودي كافيتي، يبقى ديفويد اوف بودي كافيتي. تمام، طيب هنتكلم عن التستس وهنتكلم عن الانتستينال سيكا. التستس والاوفري والانتستينال سيكا، الانتستينال سيكا بيبقى عباره عن كافيتيز صغيرين، والتستس والاوفر بيبقى كومباكت. تمام، يبقى ادي مثلا هرسم رسمه كده، وادي حواليها الليفر نورمال تيشو، الانتستينال سيكا كافيتيز، التستس والاوفري هيبقى كومباكت كده. خلاص هنجيبهم ان شاء الله دلوقتي على السلايد. خلصنا الليفر سيكشن وسبشول، الاكس هنجيبهم مع بعض. اللينيا سنيل، اللينيا سنيل دي هتبقى رايت سنيل، وهنعرفوها دلوقتي على الصوره. يبقى ناخدهم تاني كده واحدة واحدة. هات عندنا قلنا الفشيولة هيباتيكا هتبقى ليف لايك، قلنا ليها تو سكرز اورال فنترال سكر، قلنا كل حاجة فيها برانشد، الانتستين الانتستينال سيكا الاوفري التستس اليوترس هايلي برانشد. تمام، طيب الفشيولة احنا كده كده اساسا بنعرفها من بره السلايد، بتبقى كبيرة جدا وواضحة، هي أكبر دود عندنا في المعمل. الفشيولة جاجنتيكا اختها بالظبط، بس هناك 3 سم هنا 6 سم، وهنا مش هنقول سيفالي كون، هنقول انها ليف لايك وليها بارل سلايدز، يعني السلايد بتاع السايدز بتاع بارل سلايدز، معلش السايد بتاعتها كده بارل اتخطين متوازيين، انما هناك كان ليف لايك ولها شولدرز، هنا لها شولدرز اهوت ونازله على تحت على قفل. كده خلصنا الفشيولة هيباتيكا وجاجنتيكا. الايج هنبدأها بعدين مش مشكلة. ادي الليفر سيكشن ويز فاشيولا، ادي كده نورمال تيشو بتاع الليفر، وفي النص كده هلاقي الفاشيولا هيباتيكا. الفاشيولا ديت، طيب الفاشيولا دي عبارة عن واخدين فيها كات سيكشن، الكات سيكشن هنقول ان فلات ورم لها كات سيكشن، الانتستينال سيكا بتاعتها عبارة عن مالتيبل كافيتيز، التستس والاوفري عبارة عن كومباكت بوديز اوف ديفرنت سايز. تمام، ادي نورمال تيشو كمان، وادي الفاشيولا ورم. بالنسبه للليمنيا سنيل، اي حاجه لما باجي اوصف السنيل بقول عليه اربع حاجات، بقول عليه اربع حاجات، هو رايت هاندد ولا ليفت هاندد. احنا عندنا هم ثلاثه، فاشيولا يتروفيس يتروفيس ومنسوني، اول اثنين رايت والثالثه ليفت، يبقى دي رايت هاندد. البادي هورن اللي هي اللفات بتاعه الجسم، اللفه هنا هي اساسا واحده ما فيش غيرها فتبقى لارج. السباير اللي هو البسبوز اللي فوق ده هنا شارب. الشيل هنا زي ما انتم شايفين كده الشيل بيلمع، يبقى ترانسبيرنت وفراجايل يعني ممكن اكسر، يبقى هي رايت هاند سنيل. اللفه بتاعتها كبيره هتبقى لارج بودي هورن، السباير بيبقى شارب، الشيل بتاعتها زي ما احنا شايفين بيلمع هيبقى فراجايل. تمام، دي الليمنيا سنيل، ادي الكارد بتاعها. بس احنا كده خلصنا التريماتود، هنخش بقى على الهيتروفيس يتروفيس. تمام، الهيتروفيس يتروفيس اول حاجه هنقول الورم. الورم احنا كده عرفنا فيها هو اساسا بيطلب في الامتحان تو فيتشرز تقريبا او ثلاثه فيتشرز. احنا عرفنا اول حاجه ان هي 3 مللي، وعرفنا ثاني حاجه قلنا هي شبه الكمثرى ان هي بير لايك. تمام، ان هي بير لايك او بير شيب. طيب ايه الفرق هنا وهنا؟ هنا قلنا 3 مللي هناخد منها 3 سكر، 3 سكر. تمام، يبقى هنا كان 2 سكرز، هنا 3 سكرز. هنا قلنا كل حاجه فيها هايلي برانشد، لا احنا هنا هنقوله بقى ايه؟ ان هي فيها 2 اوفال تيستس و
تو اوفر تيستس والراوند اوفري انتيريور تويفل. تمام، يبقى هي فلات وول 3 مللي بير شيب. تمام، عندها 3 ساكرز انتيريور وفنترال وجينيتال. تمام، عندها 2 تيستس 2 اوفر تيستس، عندها الاوفري راوند اوفري انتيريور تويفل. طيب عايزين نقول اليوترس ان هو كويلد وفيلد وز ايج. ايه ماشي، مفيش مشاكل، احنا كده خلصنا اكتر من فيتشرز. 3 يبقى هنقولهم تاني. 3 مللي، تمام، 3 مللي ناخد منها 3 ساكرز. عندها 2 اوفال تيستس انتيريور تو ذم راوند راوند اوفري، وقدامها اليوترس بيبقى كويلد فيلد وز ايجز. تمام، ده كده فيتروفس. فيتروفس هون نخش بقى على البيرنيلا كونيك سنيت. طب نشوف الاستوري. ادي بيرنيلا، ادي التروفيس. التروفيس عباره عن بير شيب. هنا كده لو مركزين عندكم في الفايل اللي بتفتحوها هتلاقي هنا كده تقريبا دايرتين فاتحين كده شويه، اللي هم التو اوفر تيستس. قدام التو اوفر تيستس في الراوند اوفري، النقط الكتيره ديت اللي هو الكويل يوترس الفيلد ويز اكس. تمام، دي كمان تحت السلايد اهيت برده بير شيب، بنعرفها اكتر من شكلها. برده بير شيب هنا كده الاثنين اوفر تيستس، وهنا كده الراوند اوفري، وده الكويل يوترس. تروفيس تروفيس، بعد كده البيرنيلا كونيكا سنيل. طيب البيرنيلا كونيكا سنيل قلنا احنا اول حاجه اول اثنين رايت، يبقى هنا اول حاجه عرفنا فيها انها رايت هاند سنيل. البادي البادي هول بقى اللفات بتاعتها هنا ترانسفيرز زي ما احنا شايفين كده، بتبقى مخططه بالعرض. طيب السباير، السباير هنا لونج، السباير هناك كان شارب، كان متب. لا السباير هنا لونج. الشيل، الشيل زي ما احنا شايفين كده منقط كده ومعرج، يعني تيوبركس مليان كورس تيوبركس. في حاجه اسمها السيفونو سيفون النوتش اللي هو في الفتحه بتاعتها حته مكسوره. ونرسمها بعدين لو كونيكا سنيل اهيت مثلا اهيت كده حاجه اسمها سيفون النوتش، ان هنا كده في حته مكسوره كده، وبتبقى البادي هول بتاعها ترانسفيرس، السباير بتاعها بيبقى لونج، والشيل بتاعتها بتبقى كورس وتيوبرك. وطبعا قلنا دي رايت. الليمنيا سنيل كانت رايت، كان الهول بتاعها البادي هول بتاعها كان لارج، وكان السباير بتاعها اللي فوق كان شارب. تمام كده خلصنا الهيتروفيس وتروفيس، وخلصنا الفاشيولا بكل انواعها. نخش دلوقتي بقى على الشيستوزوما منسون. الشيستوزوما منسون عندنا نشوف الميل، هنشوف الفيميل الاثنين مع بعض هيبقوا كابل، الاثنين مع بعض هيدونا ايج، بعد كده الايج هتهاتش بيدونا سيركاريا، سيركاريا هتروح تدور على السنيل اللي هو باين في الاريا سنيل. الميل قلنا 1 في 8 مللي، الفيميل قلنا 14 في 15 بس 15 من 100 مللي. تمام، هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجنتل اورجانز بتاعته. اول حاجه الميل عايزين نعرف ان هو عنده 2 ساكرز. تمام، طيب بالنسبه للجنتل اورجانز بتاع الميل اللي هي التستس، عنده من 6 ل 9 تستس بوستيريور 2 الفنترال ساكر. تمام، نشوف شكله. احنا بنسكوب ادي الميل بتاع الشيستوزوم المنسوني بتاعت الميكروسكوب، بيبقى كده لف على نفسه او مش لف مش مشكله، بس المهم نعرف ان هو بيبقى اضخم من الفيميل شويه. تمام، عنده من 6 ل 9 6 ل 9 تيستس بيبقوا هنا كده اللي هم دولت بوستيريور 2 الفنترال ساكرز. بعد كده الفيميل بتاع الشيستوزوم المنسوني، الفيميل بتاع الشيستوزوم المنسوني قلنا ان هي من 14 في 15 بس 15 من 100، معنى كده 14 ان هي طويله جدا و15 من 100 ان هي ما كملتش 1 مللي، يعني هتبقى سلندريكال وثريد لايك، يعني شبه الشريطه بالظبط. طيب بعرفها منين؟ بعرف تحت الميكروسكوب ان الانتستاين السيك بتاعتها بتبقى مزجزجه شويه كده، بتبقى خط غامق. فين اهي؟ لو في الفايل عندكم هتشوفوها بيبقى هنا خط غامق شويه كده بالايكوتوريو. ليه؟ عشان عندنا فيتلاين جلاند، الفيتلاين جلاند دي زنقت اليوترس من اليمين والشمال فظهر كانه زجزاج. تمام، يبقى دي الكلام. وعندها كمان احنا قلنا هنتكلم عن الجنتال اورجان اللي هو الاوفري، وكل دول بري ايكواتوريال. يبقى احنا كده قلنا 14 في 15 من 100 مللي، معنى كده ان هي طويله ورفيعه يعني ثريد لايك. طيب قلنا عندها الدنس اوفري هتبقى بري ايكواتوريال، عندها الانتستاينال سيكا بيحصل لها فيوجن بري ايكواتوريال. طيب بعد كده بقى بتبقى سنجل انتستاينال سيكا، طب بيحصل لها ايه سنجل؟ بعرفها تحت الميكروسكوب منين؟ على انها زجزاج. طيب زجزاج شيب ليه؟ عشان حصل لها كومبريشن عن طريق الفيتلاين جلاند اللي هي على اللاترال فيلد بتاعتها. كده الفيميل بتاع الشيستوزوم المنسوني خلصناه. نخش بقى على الكابل بتاع الشيستوزوم المنسوني. الكابل هنقول ان في بريزنت للميل والفيميل.
وبما ان هما مع بعض عايزين نتكلم عن الجينيتال اورجان بس، زي ما قلنا الميل عنده من 6 ل 9 تيستس، الفيميل عندها اوفري والاوفري تبقى بري ايكواتوري. الايج هنقولها في الاخر مع بعض مش مشكله. طب بعد كده هنخش بقى على السيركاريا، سيركاريا تاتش سيزوما منسوني. السيركاريا هنا نوعها فيركو سيركس سيركاريا. فيركو سيركس يعني ايه؟ يعني ديلها مقسوم من ورا، طولها بيبقى 500 مايكرون وبتتكون من بادي وفركتين. دي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وتحت الميكروسكوب واضحه وسهله برضه، عباره عن بادي وفركتين. طيب اخر حاجه بقى عندنا السنيل اسمها باين فلاري الكسندري سنيل، ده الانترميديت هوست بتاعها على كلمتين بس، اللي هي ليفت هاندد وبوتون لايك. بنشوفها كده كانها هي مبططه. البايرنيلا كونيكا كانت طويله جدا. اللينيا سنيل كانت منفوخه شويه لها سباير، انما هي دي مبططه وليفت هاندد سنيل. يبقى بوتون لايك وليفت هاندد سنيل. ادي كمان صورتها اهيت واضحه جدا برضه ما فيهاش اي حاجه. بس كده احنا خلصنا التريماتود. نخش بقى دلوقتي طب نجمع التريماتود كده تجميع سريع. قلنا التريماتود عندنا فاشيولا، عندنا هيتروفس تروفس، عندنا شيستوزوما منسوني، الفاشيولا هيباتيكا جاجانتيكا، ليفر سيكشن مع الفاشيولا والايجو والليمن سنين. الهيباتيكا والجاجانتيكا قلنا الاثنين ليف لايك، قلنا الاثنين عندهم تو سكرز، قلنا كل حاجه فيهم بتبقى برانشت تمام. قلنا الهيباتيكا 3 سم، قلنا الجاجانتيكا 6 سم. الجاجانتيكا بس الفرق ان هي اكبر شويه وان هي ليها بارلل سايدز، ان هي ايه بتبقى مطوله ما بتبقاش ليف لايك تمام. الليفر سيكشن مع الفاشيولا هنشوف نورمال تيشو الليفر، وهنقول ان احنا في فلات وورم لها كات سيكشن، والانتستينال سيكا بيبقى اكتر من كافيتي. الايج هناخدها في الاخر، اللي من اثنين قلناها اكتر من مره. الهيتروفس هيتروفس وورم هتبقى 3 مللي، هنا 3 سم جنبها 3 مللي. طيب بيبقى بير شيب شبه الكومنت، ايه شبه الكومنترا معلش. طيب 3 مللي هناخد منها 3 سكرز، اورال وفنترال وجينيتال. كل حاجه هنا كانت برانشد، لا هنا هيبقى عندنا مترتبه شويه. الثلاثة سكرز دول يعني مثلا 3 يساوي 2 زائد 1، 2 تيستس 1 اوفري، 2 اوفال تيستس وانتيريور توزم 1 راوند اوفري، انتيريور ليها هيبقى اليوترس كويلد ويز اكس. يبقى احنا كده خلصنا الهيتروفس هيتروفس. البارينيلا كونيكا قلنا هي بتبقى طويله وبرده فيها سيفونال نوتش تمام. اخر حاجه الماسوني ميل في ميل كابل ايج سيركاريا بايفلاري ستين. الميل ليه 2 سكرز وليه عنده من 6 ل 9 تيستس. الفيميل بتبقى 14 في 15% يعني طويله قوي ورفيعه يعني ثريد لايك شبه الشريطه، لها انتستاين سيكا بيحصل لها فيوجن بري ايكواتوريال، بعد كده بتبقى زجزاج لايك. طب زجزاج ليه؟ عشان الفيتيلاين جلاند بتعملها كومبريشن من الجوانب. طب نتكلم عن الجينتال اورجان اللي هو الاوفري، الاوفري بيبقى برده بري ايكواتوريال. الكابل هنقول الاثنين مع بعض وهنتكلم عن الجينتال اورجان بس. الايجز هناخدوها في الاخر. السيركاريا قلنا 500 مايكرون، قلنا لها بادي وفركتين. البايفولاري الكسندري سنيل قلنا ان هي ليفت هاندد سنيل و اللهم صل على محمد وبوتون لايك تمام. يبقى احنا كده خلصنا التريماتود. هنتكلم دلوقتي على السيستود. السيستود عندنا ثلاث حاجات، هنحاول ننجز شويه بس عشان الوقت معلش في وقت الفيديو. اول حاجه بايت الوترن ليتم، تاني حاجة فيها التنية، آخر حاجة هيمونوجلوبي سناك تمام. اللي هنشوف في الضيف الروسي ميتم دي اللي هي ايه؟ هنشوف السكولكس وهنشوف السجنت. طيب التنية، التنية عندنا نوعين، تنية ساجيناتا وعندنا تنية سوليا. دول هنشوف فيها السكولكس اللي هي راسها، ونشوف الجرافيت سيجمنت اللي بتبقى في الاخر خالص اليوترس بس ويوترس ومين ايج. طيب السوريا هنشوف نفس الكلام، سكولكس و جرافيت سيجمنت، هنفرق نعرف الفرق من بعض. طيب هيجي لنا ثلاث حاجات هقول فيها تينيا بس، لا هقول تينيا سيجيناتا ولا تينيا سوريا. ايه؟ اول حاجه التينيا وورم دي بتجي لنا في جار. طبعا هنشوف قدام في الجار، انا مش عارف افرق بينهم فرق ازاي. بعد كده الماتيور سيجمنت، طبعا الماتيور سيجمنت بيبقى متشابه هنا وهنا، ما اعرفش افرق، انا بفرق بناء على الجرافيت سيجمنت وعلى السكولكس. اخر حاجه الايج، والايج بما ان هي سفيريكال هتبقى 40 مايكرو هنحطهم لهم رقم ثابت، ودي هناخدها ان شاء الله في الاخر. بعد كده الهيمولوبس نانا هنشوف اول حاجه الادلت، والادلت من 20 ل 60 مللي، وهنشوف الايج 40 مايكرو. طيب برضو احنا هنثبت الطول ده معانا من 20 ل 60 ملي متر، ملي مش مايكرو، ونصهم 40 مايكرو. حتى شوف انا هثبت كل الارقام الاكس عند 40، وكل الاطوال بعد كده ان شاء الله
من 20 ل 60. تمام. الضيف اللي بيفرق بيتم دي تبقى سهله جدا ما فيهاش حاجه. السكولكس بتاعتها يبقى الموند شيب يبقى كده بالظبط. تمام. وفيها تو سليت لايك ستراكشرز اللي هي البوثري. بس ديت اول سلايد عندنا. بعد كده السيجمنت بتاع الضيف اللي بيفرق بيتم اهم حاجه نقولها شيب برودر زان لونجر. برودر زان لونجر. تمام. هيبقى فيها باي لوبت اوفري، هيبقى فيها روزيت شيب يوترس شبه الورده اهوت عشان نحفظوها، وفيها تيستس سكاترد على اللاترال فيلد ماشي، والجينيتال مور بتاعها ميد فنترال. يبقى ناخدها تاني السيجمنت برودر ذا لونجر، فيها باي لوبد اوفري، فيها روزيت شيب يوترس. حاول تسيبها بايدك عشان تفتكر، مش لازم تحفظ الدش. روزيت شيب يوترس، فيها التيست سكاترد على اللاترال فيلد، فيها ميد فنترال جينيتال مور. نشوف بقى السلايد بتاعهم. دي اول حاجه السكوليكس بتاع الداي في البوثريوم ليتم، هي واضحه جدا ما فيهاش حاجه. ادي الموند شيب وتو بوثريا ستيت لايك ستراكشرز، هي برضه واضحه جدا ما فيهاش اي حاجه. بعد كده السيجمنت، السيجمنت اهو السيجمنت اهيت هتلخبط عن السيجمنت اللي جايه بعد كده. طب بالعربي كده افرقها ازاي؟ هنا هيبقى تحت الميكروسكوب اكتر من واحده، مش واحده بس. تمام. وهنا بيبقى شوف زي ما انتم شايفين كده ثلاث كور وحواليها ملونين، يعني كده اهو ادي كوره وادي كوره وادي كوره، معلش وحواليها نقط كتير. بس انا كده هعرف السيجمنت بتاعت الديفيروشن دي. تمام. ادي اتنين تيستس، ادي اليوترس، وادي قدامه الجينيتال بور اهو. شوف زي ما انتم شايفين تحت السلايد بيبقى اكتر من سيجمنت، مش سيجمنت واحد بس تحت السلايد. بعد كده نخش على السكولكس بتاع التينيا سوليا. التينيا سوليا والتينيا سجينات هي بتبقى كده اللي هي راس الدوده يعني بمعنى اصح. فيها فور ساكرز، هنا نفس الكلام فيها فور ساكرز، بس السوليا بتبقى ارمد. ارمد يعني ايه؟ عندها روستيلم وهوكس. روستيلم يعني حته ملزبزه كده في النص، ووكس يعني ايه اللي هي حاجات تخرم بيها عشان تلزق يعني في جدار الامعاء. تمام. يبقى هوصف السكولكس بتاع السجيناتا مثلا. السجيناتا رومبويد ان شيب، الشكل ده اسمه رومبويد ان شيب، عندها فور ساكرز وما عندهاش لا روستيلم ولا هوكس. انما السوليه اسمها جلوبولار ان شيب. تمام. عندها فور ساكرز وارمد ويز سكولكس روستيلم اند هوكس. تمام. بعد كده هنخش على الجرافيت سيجمنت بتاع السجيناتا والجرافيت سيجمنت بتاع اللوتس. اهم حاجه هقول فيها لونجر زان برودر، لونجر زان برودر، وبيبقى فيه يوترس، ويبقى فيه يوترس، واليوترس هايلي برانشد وباكت ويز اكس. تمام. هايلي برانشد باكت ويز اكس. بس السجيناتا عدد حروفها اكبر من السوليه، يبقى البرانشد هنا اكبر من 15 ماشي. السجيناتا كبيره، السوليه ميبقى برانشد فيها اصغر من 15. بيقول لك الاذر اورجنز ار اتروفايد لان اليوترس كبر وضغط على الاورجنز الثانيه وداها، فالسيجمنت كلها بقت عباره عن يوترس. تمام. يبقى احنا كده خلصنا السكولكس بتاع السجيناتا والسكولكس بتاع السوليه والجرافيت سيجمنت. بعد كده بقى عندنا التينيا وورم اللي هتجيلنا في جار. عندنا اتنين بس في جار، تيني وورم والاسكاريس. التيني وورم هنا هقول فيري لونج وورم، هقول انها وايت ان كلر، هقول انها فلات، هقول انها كونسيست اوف مالتيبل سيجمنت. طيب هناك بقى في الاسكاريس، الاسكاريس دي سلندريكال دوده مش شرط، دي شرطيه اللي هناك بتبقى دوده عاديه مدوره. فهقول فيري لونج وورم، هقول وايت ان كلر، هقول سلندريكال، وهقول الميل والفيميل دي ليها طول والفيميل ليها طول. انما هنا طبعا ده المفروضات ميل وفيميل الاثنين مع بعض، هو المفروضات يعني اسمها ايه؟ المفروضات ماشي، فاهمين المفروضات ماشي. بعد كده اخش على ماتور سيجمنت، هقول برودر زان لونجر. تمام. هقول في باي لوبد اوفر اهو. هقول التست سكاترد على لاترال فيلد.
وهقول يوترس لونج لايند تيوب، وهنقول الجينيتال بور لاترال جينيتال. يبقى احنا كده تقريبا لمناها السيجمنت بتاع الاندوثيريال لاين. كملت اهو نشوف الرسمه، انا مش حافظها برسم الرسمه وافتكر. بايلود اوفر جزء تشيب يوترس، التست سكتر بتاع اللاترال فيلد، وميد فنترال جينيتال بور. هنا برودرز اند لونجر، بايلود اوفري، لونج بلايند تيوب يوترس، التست سكتر بتاع اللاترال فيلد، ولاترال جينيتال بور. تمام. الجرافيت سيجمنت هنا وهنا، قلنا اللونجر زان برودر، واليوترس بيبقى سيجنات عدد حروفها اكبر، فهيبقى هي الاكبر من 15 من برانش. السكوليكس قلنا هنا ما بيبقاش فيه روستيلا موهوكس، هنا فيه روستيلا موهوك. قلنا التينيا وورم، نشوف بقى الصور بتاعتها مع بعض. اول حاجه السكوليكس بتاع التينيا سوليم، ادي عندنا الفورساكرز وادي روستيلا موهوكس، يبقى التينيا سوليم. طيب ديت فورساكرز روستيلا موهوكس التينيا سوليم، فورساكرز وادي روستيلا موهوكس التينيا سوليم. بعد كده عندنا فور ساكرز اللي فيش الحاجه الغامقه اللي كانت في النص اللي هناك، يبقى دي سكوليكس اوف تينيا ساجينات. نفس الكلام سكوليكس اوف تينيا ساجينات، نفس الكلام مفيش هنا هوكس ولا روستيل تينيا ساجينات. ده بقى الجار، الجار عندنا اهوت بيبقى فلات ورم شويه، يبقى دي تينيا ورم جار، وقلنا الديسكربشن بتاعها تينيا ورم جار والديسكربشن بتاعها. الماتور سيجمنت، الماتور سيجمنت زي ما رسمناها بالظبط، بايلوب اوفري الماتور سيجمنت بتاع التينيا اللي كانت في النص، برودر زان لونجر بايلوب اوفري، في كده لونج انتستينال لونج بلايند تيوب يوترس، عندنا التستس من قطه هيت على اللاترال فيلد، عندنا ادي اللاترال جينيتال بول. هتلخبطني هي مع السيجمنت بتاع الضيف البثرم نيتم، قلنا الضيف البثرم نيتم تحت الميكروسكوب بيبقى اكتر من سيجمنت مش واحده بس، بيبقوا ثلاثه اربعه كده مع بعض. انما في السيجمنت بتاع التانيه تحت الميكروسكوب هو سيجمنت واحد بس في جنب. تمام. ادي الكارد بتاعها خدناه، ادي هي التو باي لوب دوفر اهوت، وادي اللاترال جينيتال بول، ودي واضحه جدا اساسا ما فيهاش حاجه. بعد كده الجرافيت سيجمنت بتاع السوليم، السوليم قلنا عدد حروفها صغيره، فهتبقى البرانشات لما عدها هنلاقيها صغيره. الجرافيت سيجمنت بتاع السجينات اهوت، السجينات عدد حروفها كتيره، فالبرانشات هتبقى اكتر من 15. مش عايز اعد دلوقتي عن نفسي، الصغير عايز يملى مكان فهيتخن نفسه. يعني السوليم عدد برانشاتها اقل من 15، وهو بس هو عايز يملى السيجمنت كلها فهيبقى تخين، انما هنا عدد البرانشات كتيره جدا فمزنوقه فهيبقى رفيع. فاول ما ابص هلاقي برشات رفيعه يبقى على طول التنيا سجينات. الايد بتاع التنيا هناخدوها في الاخر مش دلوقتي. نخش اخر حاجه على الهيمونوليب ستانا. الهيمونوليب ستانا احنا قلنا طولها من 20 ل 60 مللي. دي اصغر دوده هيما لبس نانا، مثلا نانا بنت صغيره كانت بتعيط فهيما لبسها عشان كانت سقعانه، فهتبقى ديت بنت صغيره فدي اصغر دوده عندنا في المنهج، اصغر دوده عندنا في المنهج، يعني هشوفها كلها تحت الميكروسكوب، يعني مش هشوف سكوليكس بس، مش هشوف جرافيت سيجمنت بس، مش هشوف ماتيور سيجمنت بس، ده انا هشوف الدوده كلها على بعضها، عباره عن ادي السكوليكس بتاعها وادي السيجمنت بتاعها. هاخد من هنا احط هنا. السكوليكس بتاعتها بتاعت اختها اللي جنبها اللي هي التينيا سوليا، هيبقى فور سكرز وروستيلم وهوكس. انما الشكل بتاعها اسمه رومبويد ان شيب، رومبويد ان شيب ان هو بتاع التينيا سجيناتي. طيب الماتيور سيجمنت، الماتيور سيجمنت اللي هو بتاع التينيا برضه اللي هو اللي كان ده اللي هو ليه لاترال جينيتال بور. يبقى نقول السكوليكس فيه فور سكرز، فيه روستيلم، فيه هوكس، رومبويد ان شيب، السيجمنت بتبقى فيها لاترال جينيتال بور. هات بقى الماكسكولا. ادي الدوده اهيت، الدوده الشريطيه اللي لها سيجمنت الوحيد تحت الميكروسكوب يبقى هي ملعب الاستانه مفيش غيرها، هنوري الاستانه. تمام؟ اهيت الدوده الشريطيه تحت الميكروسكوب ولها اكتر من سيجمنت، هنوري الاستانه. الايج بتاعت النانا هناخدهم في الاخر. بعد كده نخش على النيماتود. خلصت احنا كده السيستول. هنتكلم بقى دلوقتي عن النيماتود. النيماتود عندنا تتقسم لحاجتين، افز ميديا وفز ميديا. الافز ميديا ديت كانت كابيلاريا فليجينيسيس، ودي مش هناخدوها ما عندناش عليها حاجه. وتاني واحده تريكيوريس تريكيورا، تريكيوريس تريكيورا، تريكيوريس تريكيورا. هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها الميل، هنشوف فيها الفيميل،
هنشوف فيها الايج، والايج احنا مثبتين الرقم اللي هو 20 في 60 ميجا، تمام؟ طيب بالنسبة للفازميد، الفازميد عندنا ثلاث حاجات، انتروبيس، انتروبيس بالميكيوراليس، وعندنا الاسكاليس، وعندنا الانكيلوستوم ديودينايك، تمام؟ الانتروبيس دي هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها الادلت، هنشوف فيها الايج، والايج زي ما احنا متفقين هتثبت رقم مين؟ 20 في 60 ميكرو، تمام؟ الاسكاليس، الاسكاليس قلنا من شويه هي زي التانية ورم اللي هي الادلت، الوحيد التاني واحده اللي بتجي لنا في جار، تمام؟ وهنشوف الايج، والايج احنا مثبتين مين؟ 20 في 60 ميكرو، تمام؟ بعد كده الانكيوستوما، الانكيوستوما بقى عندنا الميل، عندنا الفيميل، عندنا الايج، والايج نفس الرقمين 20 في 60 ميكرو، تمام؟ ناخدهم كده واحدة واحدة، الميل عندنا دي من 2 ل 3 سم، الفيميل وراها على طول من 3 ل 5 سم. طيب الادلت بتاع الانتروبيس مش دي 2 ل 3، دي من 2 ل 13، بس 13 ايه؟ ميل. يعني انت زودت هنا نقص هنا، دي 2 ل 3 سم، زود هنا يبقى تنقص دي، زودنا 13 يبقى نقص السم تخليه ميل، 2 ل 13 ميل. طيب الادلت، الادلت بتاعت الاسكيرس احنا قلناها مع التاني ان هو هيبقى فيري لونج، هيبقى سلندريكال، هيبقى وايت شين كولر، وقلنا هنقول الميل طوله كام والفيميل طوله كام. الميل طوله من 15 ل 20 سم، الفيميل طولها من 20 ل 40 سم، تمام؟ بعد كده الميل والفيميل بتاع الانكريستوما ما عليناش الطول بتاعه. ناخد بقى التريكيورس تريكيورا اللي هو الميل قلنا من 2 ل 3 سم والفيميل من 2 ل 3 سم، ده اللي هو السايز بتاعها تقريبا زي الفاشيولا، تقريبا زي الفاشيولا هيباتيكا، يعني الفاشيولا هيباتيكا كان 3 و 6، هنا زيها تقريبا، يعني الميل 3 والفيميل 3 ل 5، يعني ايه؟ قول 6 سم، تمام؟ التريكيورس تريكيورا اسمها دودة كرباج، كرباج يعني ايه؟ يعني بتبقى من ديلها تخين وبعد كده بتيجي ترفع، يبقى الانتيريور بتاعها فين والبوستيريور بتاعها ثيك، تمام؟ هنقول الانتيريور 3 فيفس، يعني الثلاث خباس اللي قداميين بيبقى فيري ثين، تمام؟ فيميل وفيميل زي بعض، ده تاني فيتشر. تالت فيتشر نقول ان البوستيريور بارت بتاع الدوده هيبقى ثيك، في الميل بيبقى عنده سبيكيول اللي هو الكوبيلاتري اورجان، في الفيميل هيبقى اند بلانتلي، يعني ايه اللي هو نهايتها كده، يعني ما فيهاش اي حاجه بلانت، تمام؟ يبقى تريكيورس تريكيورا الميل 203 سم، الفيميل 35 سم، الانتيريور بارت، الانتيريور 3 فيفث بارت بتاعها بيبقى فيري ثين، البوستيريور بارت بيبقى مور ثيكر، وبيبقى فيه في الميل الاند كويلد ويز سبيكيول، انما في الفيميل بيبقى اند بلانت. نشوف بقى السلايد بتاع السلايد دي تحت الميكروسكوب هتبقى حاجه كده مدوره كده على بعضها، ما دام نهايتها كده كويلد يبقى ميل على طول عشان السبيكيول. ادي كمان هي التريكيورس تريكيورا نهايتها كويلد عشان السبيكيول، ادي النهايه كويل عشان السبيكيول، يبقى ميل تريكيورس تريكيورا. ديت بقى برده مدوره على بعضها شبه الكرباج بالظبط، بس نهايتها مش كويل، نهايتها بلانت، يبقى ديت الفيميل اهي، شوف الفيميل هي نهايتها مش كويل. شوف ده البوستيريور بارت بيبقى ثيكر شويه، ولو ركزتوا هتلاقي الانتيريور بارت هنا في سلايد 86، سلايد 86 لو ركزتوا ده هو الانتيريور بارت بتاع سلايد 86 في الفايل بره بتاع البرلمان اللي احنا عاملينه. 86 الانتيريور بارت بتاعها بيبقى ثين شويه، تمام؟ ادي برضه البوستيريور بارت ثيك، وادي الانتيريور بارت بتاعها اللي هو ثين، وهنا اند بلانتلي، يبقى ديت فيميل، تمام؟ بعد كده الايج هناخدوها في الاخر، نخش على الانتروبيس والاسكاليس بتاعنا معانا. الانتروبيس فيرميكولاريس دي هنتكلم فيها عن الانتيريور اند، هنتكلم فيها عن البوستيريور اند،
الانتيريور اند بتاعها بيبقى دبل بالبد اسوفجس، دبل بالبد اسوفجس. البوستيريور اند بيبقى نهايته مدبب تابرنج فورمينج بوينتد تيل. يبقى انا لما ابص تحت الميكروسكوب هلاقي دوده عامله كده، الدوده دي هنا كانت لفه كده اهو على بعض وهنا طويله، الفيميل بلانت الميل بيبقى لافف على بعضه كده عشان يسبيكيول، الدوده دي بتبقى عامله كده اهو، هلاقي ان قدامه هحس ان هي منقطه شويه عشان الدبل بارد سوفكس، نهايتها بقى احس انها مرسومه بالقلم الرصاص. معنى ايه؟ معنى الدوده كلها كده ملونه بالظبط كده ما عدا نهايتها، نهايتها ايه؟ كانها مرسومه بالقلم الرصاص، اللي يعني هي اند تابرنج فورمينج بوينت تيل. تمام، بعد كده هنخش بقى كده احنا خلصنا الانتروفيس فيريكولابس، هنخش على الاسكالس، والاسكالس خلصنا الجار بتاعها، قلنا ان هو واتش ان كولر سلندريكال فيري لونج، قلنا الميل والفيميل والايك هناخدهم في الاخر مع بعض. بعد كده هنخش على الانكلستوما، الانكلستوما هنتكلم برده زي دي اللي على اليمين والشمال، الانتيريور بوردر والانتيريور اند والبوستيريور اند. الانتيريور اند بتاعها هقول having البكر كبسول، بقها بلاقي بقها مفتوح كده شويه، ده الدوده بقها مفتوحه. تمام، بعد كده هنزل على البوستيريور اند بتاعها في الميل وفي الفيميل، لان احنا قلنا عندنا ميل وعندنا فيميل. في الميل بلاقي كوبيلاتري سبيكيو، يبقى عامل كده نهايه الدوده كده، يبقى الدوده لما تبقى كده ونهايتها كده اهو، يبقى ده ميل، يبقى ده انكلستوما ميل. طب كانت بدايتها كده ونهايتها سباين او تابرنج، تابرنج يعني زي دي كده تبقى فيميل، يعني كانت عامله كده اهو الدبكه الكبسوله اهو ونهايتها كده انت فيميل. يبقى اقول تاني انكلستوما اقول انتيريور اند شوينج بكر الميل بتاع الانكلستوما، انتيريور اند شوينج البكر كبسول، البوستيريور اند شوينج الكوبيلاتس بيكيور، انما في الفيميل تابرين شوين لايك سبارك. تمام، انتروفيس قلنا انتيرو اند دبل بابل سوفيكاس، انتيرو اند بتابرين فورمينج بوينت تيل، وخلصنا الاسكارس. ونيجي بقى كده نشوف السولوتون تحت الميكروسكوب عامل ازاي. ادي كده صوره الاسكارس في الجار، قلنا الفيشرز بتاعتها بيشاف هنا كده بحس انها سلندريكال نوعا ما، مش فات زي التاني. ماشي، الايك هناخدوها في الاخر مش مشكله دلوقتي. ادي الانتروبيس بالميكولابس، لو فاكرين الرسم بتاع الانتروبيس قلنا هتبقى دوده كده بنحس انها منقطه من قدام عشان الدبل بالب اسوفيجاس، من ورا هحس انها مرسومه زي القلم الرصاص، شايفين كلها ملونه ما عدا اخر جزء فيها مرسوم زي القلم الرصاص، يبقى دي انتروبيس فيرميكولابس. الدوده الايج فكك منها. طيب الميل بتاع الانكلستوما، الميل بتاع الانكلستوما دي ده ديله في كوبيلاتري سبيكيول، هلاقي بقى وشه مدور شويه كده، لو مشيت انا هجيب الاول، مش هجيب على الديل، هجيب الاول على البكر كبسول، لقيت الراس بتاع الدوده مدور كده وحلو كده وواضح على البكر كبسول، يعني دي انكلستوما، انزل بقى اجيب التيل بتاعها عشان اشوف دي ميل ولا فيميل. ده بكر كبسول، اهو بكر كبسول، معلش كوبيلاتري درسا سبيكيول، بس احنا كده خلصنا الميل، ادي الفيميل، شوف الفيميل بقى يبقى اند بتاعها ازاي؟ اند سباي، هنا انت سباي، ده الماوس اوبننج، ده اللي هو ده البك الكبسوله اهوت، بيبقى الاند بتاعها بيبقى سباي مش كوبيلاتر. ادي اهوت مدور اهوت، ده يبقى بك كبسول، يعني دي انكلستوما، الف 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 اخر الدود عشان اجيبها خيرها، لقيتها سباي كده يبقى دي فين. الاكس مش مشكله دلوقتي، نخش على البروتوزوا ناخد رسمات. خلاص تعالى ننزل ورا بقى، يبقى احنا كده خلصنا النيماتود وعرفنا الفيتشرز بتاعت كل حاجه فيها. دلوقتي بقى هنخش على البروتوزوا، وده اخر جزء معانا وان شاء الله اسهل جزء فيه، واسهل جزء في الفيتشرز بس تحت الميكروسكوب يعني ربنا يستر. عندنا بروتوزوا 1 2 3 4 5 حاجات،
اول حاجه انت ميبا كولار، انت ميبا كولار. تاني حاجه انت ميبا هيستولوتيكا، بعد كده جورجيا لامبدا حاجه كده يعني، جورجيا لامبدا ما علينا. بعد كده البانتيديوم كولار، بعد كده بقى الكريبتوسبوريديا. ماشي، في كل حاجه فيهم اشوف التروف والسيست، التروف والسيست. انا في الانتيميبا كولاي اشوف ادي سيست وادي تروفوزويد، تروفوزويد اللي هو الفيجيتيتيف فورم. انت ماشي في الانتيميبا هيستوريتيكا، ناخدها تحت كده شويه، ادي سيست وادي تروف. الجيرودينامبيا ادي بس هنشقلطها معلش، ادي تروف المره دي وادي سيست، هنا سيست تروف، سيست تروف بقى تروف سيست. البلانتينيوم كولاي هنشوف السيست بس، الكريبتوس بروديوم دي هنشوف الاو او سيست، ودي حاجه سهله جدا هناخدها لوحدها في الاخر. ماشي، السيست بقى بتاع البلانتينيوم كولاي هنقول اول كده تجميع زي ما احنا متعودين للسايز 15 ل 30 مايكرو، انما التروفوزويد 30 مايكرو، هنا السيست 20 مايكرون، هنا من 20 ل 40 مايكرون. تمام، هنا 6 في 15 مايكرون، هنا 8 في 15 مايكرون. هنا السيست هتبقى 60، وهعرفكم انا بحفظها ازاي كمان شويه. 60 مايكرون يبقى من 15 ل 30 30، 20 20 40، 6 15 8 5. انا شقلبتها هنا عشان يعني تروف وسيست ما بداتش بالسيست الاول زي دول، عشان ابدا بالصغير الاول. 6 15 8 15. طيب التروفوزويد الكبير ياخد الصغير، الكبير تروفوزويد ياخد 6 صغير، السيست صغير ياخد ال 8 الكبير. تمام. طيب عندنا بقى حاجه عايزين نتفق عليها، ان التروفوزويد ده اللي هو في سيت فورم اللي هو بيبقى عامل كده تقريبا، عامل كده، وفي نيوكليس، النيوكليس جواها كاريزوم اللي هو نيوكليوس. الكاريزوم ده يا اما بيبقى سنتريك يا اما بيبقى اك سنتريك. تمام. طيب وعندنا كروماتين، الكروماتين ده يا فاين يا كورس. يبقى انا هقول تروفوزويد عنده نيوكليس، نيوكليس بس احنا هنا ايكولاي، الايكولاي لو واخدين بالكم انا كاتبها على طرف الورقه، يعني مش في سنتر الورقه، انا كاتبها على الطرف يعني اكسنتريك، عشان كده نحفظها ان الكاريزوم بتاعها هو الاكسنتريك. يبقى نيوكليس ويز اكسنتريك كاريزوم اند بريفر كورس كروماتين. طب اشمعنى هنا كلهم فايم على كورس؟ طب احفظها ازاي؟ كولاي هي كورس، كولاي كورس، وهي انت ميبو كولاي هي اللي على الجنب، يبقى اكسنتريك، يبقى اكسنتريك كاريزوم ويز بريفر كورس كروماتين. ده بالنسبه للنيوكليس التروف. طيب في حاجه كمان هنقول السيست دي بتبقى فيها 8 نيوكليس، السيست بتاع الانتاميبا هيستولوتيكا بتبقى 4. طب احفظها ازاي؟ كولاي كتير، كولاي كتير، كولاي كتير، كتير يعني 8 نيوكليس، يبقى تبقى هي الاكتر، يبقى الانتاميبا هيستولوتيكا هي الاقل. طيب حاجه كمان بالمره، كولاي كولاي بتاعتها كولا، كولا يعني ايه؟ الكاب بتاع الهدوم مثلا، واحد بيشرب كولا واحل هدومه، احل هدومه يعني عايز يتغسل، عايز يتغسل بصابون يعني فوق، يعني فومي ابيرنس، يبقى فومي ابيرنس عند التروفوزول عشان احفظها. يبقى كولاي جاي منها كولا، كولا يعني وقعت على الهدوم عايز تتغسل هغسلها بصابون، يبقى فومي ابيرنس بتاع التروفوزول. قلنا كولاي كو كولاي كتير، يبقى النيوكلي، يبقى ديت اللي فيها نيوكلس كتير، يبقى دي اللي فيها 8 نيوكلس، يبقى دي السيست. يبقى احنا كده واحنا بنحكي مع بعض في الحكايه دي جبنا الفيتشرز بتاعت السيست وبتاعت التروفوزول 15 30 مايكرون، انما التروف بيبقى 30 مايكرون. السيست هنقول فيها 8 نيوكلس، النيوكلس دي بيبقى فيها اك سنتريك كاريزو، وكولاي يبقى كورس ويز بريفرال كورس كروماتين. تمام. طب التروفوزول بقى 30 مايكرون، وهنقول فيه نيوكليس واحدة، هنا 8 هنا في نيوكليس واحدة، نقول الحكاية بتاعت النيوكليس والسيتولازم بتاعه فيه الايه؟ الفومي ابيرنس. تمام؟ نخش بقى نشوف شكله تحت الميكروسكوب. ادي شكله تحت الميكروسكوب طبعا واضح جدا، ما احنا شايفين أي حاجة، مش مفهوم أي حاجة، بس ايه؟
اللي هنعرف دلوقتي فرقها عن الانتاميبا هيستوليتيكا، ان الانتاميبا هيستوليتيكا الحمد لله ما بتجيش تحت الميكروسكوب، بتيجي تكروت بس. يبقى لما نشوف حاجه زي دي تحت الميكروسكوب هي بتاعت الانتاميبا كولاي. ادي الانتاميبا كولاي، ادي التروفوزويت، وادي النيوكليس، وادي لو انت تحت الميكروسكوب بقى دي بتبان جدا، يعني ان في نقط بيضاء فيها كده. النقط البيضاء دي اللي هي الفومي ابييرنس، فومي صابون كولا كولار. يبقى التروفوزويت بتاعت الانتاميبا كولار. ادي كمان التروفوزويت بتاع الانتاميبا كولاي. ادي السيست بقى. السيست هنا لو معرفش واضح في الكاميرا ولا لا، بس تحت الميكروسكوب يبقى فيها اكتر من 4 نيوكليس او 5. والدكتور كمان قالت عشان تتاكد انت هتحرك الفوكس، مش اللي هو الفاين فوكس. الفاين فوكس يعني مثلا احنا عندنا ايه؟ ادي هي الدايره اهي، عندنا هنا كده 2 نيوكليس بس اللي واضحين. اثنين نيوكليس بس واضحين. احرك الفوكس هلاقي الاثنين دول اختفوا من هنا والظهر لي ثلاثة في حتة ثانية، بعد كده اثنين هنا وثلاثة هنا يبقى خمسة، خمسة يعني أكتر من أربعة، أكتر من أربعة يعني دي السيست بتاعت الانتاميبا كولاي. وبرضه عشان نبقى مطمنين مفيش سيست هتجي لنا تحت الميكروسكوب إلا تحت الانتاميبا كولاي، لأن الهيستوليتيكا بتيجي على كارت. أدي هنا باين في الصورة جدا سلايد 123 في الفايل بتاعنا حوالي سبعة أو ستة أو سبعة نيوكليس هم واضحين في السيست. نخش بقى على الانتاميبا هيستوليتيكا. الانتاميبا هيستوليتيكا طب نحفظها ازاي؟ احنا قلنا هيستوليتيكا جايه من هيستو، يعني مثلا قسم البارا قعد ينادي على قسم الهيستو عشان يشحته مايكروسكوب عشان يشتغل بيهم، بس قسم الهيستو كالعاده طنشه عشان قسم البارا ما كانش لابس البلطو، فبما طنشه ما ادوش الميكروسكوبات. يبقى الانتاميبا هيستوليتيكا دي اللي مش بتيجي بميكروسكوب، هتيجي بكارت بس. عندنا السيست، قلنا السيست هنا هتبقى 4 نيوكليس، قلنا النيوكليس هنا بقى هنا كانت اكسنتريك كاريوزوم، لا هنا هيبقى سنترال كاريوزوم ويز بريفرال ايه فاين كروماتين. هنا كان سي 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 كورس سي كروماتين كولاي، يبقى كورس كروماتين، لا هنا هيبقى ويز بريفرال فاين كروماتين، وهنا 4 نيوكليار. التروفوزويت بقى قلنا من 20 ل 40 تمام، هرسمها مثلا رسمه كده ورسمه كده، وادي كان دايره سود. اوصفها من بره لجوه. الاكتوبلازم بيقول لك كلير هالو، الاندوبلازم بيقول لك جريش بلو ان كلر ويز بلاكش ديسك. البلاكش ديسك ده عباره عن ايه؟ الانجلفد ار بي سيز. طبعا التروفوزويت طول ما عايشه بتاكل، بتاكل بقى الار بي سيز تمام، انجلفد ار بي سيز. واتكلم كمان عن النيوكليس، اللي فيها النيوكليس اهو برضه سنتر كاريزوم وبريفرال فاين كروماتين. يبقى الاكتو بلازم كلير هالو، هخش جوه الاندوبلازم جريش بلو ان كلر تمام. طب جريش بلو ده فيه نقط سمر، ادي مثلا او جريش اهو بلو ان كلر فيه نقط سمر، النقط سمر دي اللي هي ايه؟ انجلفد الار بي سيز. ماشي كده احنا خلصنا التروفوزويت بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا والسيست بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا. تعالى نشوفهم على السلايد. واضحه جدا 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 كل النقط السمراء اللي فيها ديت اللي هي الانجلف دار بيسيز. ادي عندنا النيوكلس، هنركز لو شفنا في السلايد رقم 126 هنلاقي الكاريزوم سنترال مش اكسنتريك واضح جدا، وبريفرال فاين كروماتين، يبقى دي انتاميبا هيستوليتيكا وجايه على الكارت. ادي كمان عندنا السيست بتاعت الانتاميبا هيستوليتيكا 1 2 3 4 4 نيوكلس. وعندنا ده نسيت اقول ان فيها كروماتويد بودي، كروماتويد بودي ده تقريبا بيبقى عباره عن دي ان ايه وعباره عن بروتين عشان النيوتريشن بتاع السيست. ان خلاص هي الانتاميبا هيستوليتيكا التروفوزويت عايز يعمل نفسه، يعمل نفسه يعمل ايه؟ يعمل سيست، والسيست ده بيبقى انرت، ما بيعملش مالتبليكيشن ولا 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 اي حاجه، ما بيعملوش اي فانكشن. فبيشيل شويه بروتين ودي ان ايه جواه عشان يتغذى عليهم على اللي هو الكروماتويد بادي. يبقى انا هنا اقول في السيست 20 مايكرون ل 4 نيوكليس عنده كروماتويد بادي، والنيوكليس قلنا سنترال كاريزوم وبريفرال فاين كروماتين والليله ديت كارد. كده احنا خلصنا الانتاميبا هيستوليتيكا الحمد لله. نخش على جارديا لمبلا. لمبيا تتنطق ازاي دي يعني؟ لمبيا لمبيا نرسمها رسمه كده. التروفوزويت سهله جدا، احفظها معاكم. بير شيب، بير شيب لو فاكرين شبه مين؟ شبه التروفس تروفس. كان عندنا الفاشيولا كانت ليف لايك وجنبها على طول التروفس تروفس كانت بير شيب. بير شيب تمام؟ بير شيب باي لاترال سيمتريكلي شبه بعض.
anterior to oval nucleus تمام with central carriageome four pairs of flagella ماشي و two comma shaped parabisal body واضحه جدا نرسمها تاني مع بعض فير شيب اهيت كده احنا قلنا تقريبا خمسه فيتشرز ليه باي تاني فيتشر باي لاترال سيمتريكلي تمام عندها تو انتيريور اوفال نيوكليس ويز سنترال كاريسوم عندها فور بيرز اوف فلاجيلا عندها تو بارابيزال بودي ادي التروفوزويد وبتبان سهله جدا جدا واضحه تحت الميكروسكوب نخش بقى على السيست السيست كده قامت جايه اهي محوطه نفسها بغشاء تخين شويه يبقى السيست بتاعتها اوفال ان شيب لها ثيك وول التو نيوكليس دول بقوا اربعه فور نيوكليال وبقى الريمننت بتاع الفلاجيلا والريمننت بتاع البارا بيزال بودي يبقى التروفوزويد 6 من 15 في 15 مايكرون وقلنا الفيتشرز بتاعتها السيست 8 في 15 مايكرون ليها ثيك وول عندها فور نيوكليال عندها الريمننت بتاع البارا بيزال بودي نقول تاني بير شيب باي لاترال سيمتريكال تو انتيريور اوفال نيوكلياي وسنترال كاريزوم وفور بير اوف فلاجيلا و تو بارابيزال بادي نشوف بقى صورتها تحت الميكروسكوب مع بعض تحت الميكروسكوب واضحه جدا هي حاجه كده بير شيب واضحه جدا ما فيهاش اي مشاكل تمام ادي شكلها تحت الكارت دي برضو عندنا فور نيوكلياي والريمننت هيت هلاقي حاجة كده اوفر شوية تحت الميكروسكوب وأحس إن في نقطتين وخطين تحت يعني مش هشوف إن الأربعة نيوكليس طبعا هحس إن أنا كده في هنا شربطة اللي هي ريمنت تمام وأوفر إنما في السيست بتاع الانتاميبا كولاي طبعا الاستوليد كان مفيش تحت الميكروسكوب في السيست بتاع الانتاميبا كولاي بتبقى مدورة وبقدر أوضح أكتر من أربع أو خمس نقط بتاع النيوكليس انما هنا بلاقي نقطتين او نقطه واحده بالكتير وفي شخبطه تحت اللي هي الريمننت بتاع الاكزوستايل والفلاجيلا والبارا بيزال بودي تمام السيست بتاع البنتيديوم كولاي بقى انزل كده هي اسمها بنتيديوم صح؟ بتبدا حرف البي انا رسمها كده بعملها كده لحد ما ده حرف البي صح؟ حرف البي ده يعني ايه؟ كيدني شيب ده برضه نعتبره حرف بي ورقم سته كمان بص رقم سته بكتبه كده مثلا كيدني شيب يبقى البلانتيديوم كولاي عندها كيدني شيب نيوكليس والسايز بتاعها 60 مايكرو تمام ادي الرسمه اهيت ادي كيدني شيب نيوكليس بتاعتها وادي عندها اثنين نيوكليس في ماكرو نيوكليس وفي مايكرو نيوكليس يبقى البلانتيديوم كولاي كيدني هاف تو نيوكليس مايكرو كيدني شيب مايكرو نيوكليس وعند الكونكافيتي بتاعها عند الكيف بتاعها عند الكونكافيتي بتاعها برضه مايكرو نيوكليس تمام وهي طبعا اوفويد ولها سيل وول وبرده سهله جدا جدا ما فيهاش اي حاجه نشوف الميكروسكوب بتاعها ادي اهيت اللي هشوفه ان حاجه لونها حلو كده مزهزه واشوف الكيدني شيب نيوكليس طبعا مش هشوف المايكرو هشوف الماكرو بس كيدني شيب نيوكليس بس ننزل بقى على الاوفر سيست خليك مكان هنا تاني مش مشكله لو سيست حاجة هي مفيش زيها أساسا لو سيست بتاعت الكريبتو سبوليديان إن أنا بصبخها بالزين نيلسن ستين عبارة عن بوديز راوند أو أوفل وبتبقى بينك أو ريد يعني حاجة في منتهى الدلع الصراحة راوند أو أوفل بينك أو ريد بوديز أو سيست أوف كريبتو سبوليديان بصبخها بالزين زين نيلسن ستين وبتبقى حجمها من 4 ل 6 مايكرون نحفظ 6 البلانتيديوم كلها كانت 60 نقول الكريبتوسبروديوم كمان الاوسيس بتاعتها تبقى 6 مايكرون ويبقى احنا كده خلاص ادي صورتها تحت الميكروسكوب برضه واضحه جدا ان هي النقط الحمراء ديت تمام يبقى كده احنا خلصنا النظري بتاع الميثود عندنا بتاع الباراسيتولوجي فاضل ان شاء الله الاجز هناخدهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ إن شاء الله دلوقتي هنقول سكيمة للإكز بتاعت البارا عشان تبقى سهل إن شاء الله في حلها وإيه وما ناخدش وقت قدام الميكروسكوب إحنا عندنا مبدئيا الإكز أوف هيلمنثس هما 8 تمام هنقسمها لتلات حاجات
في لارج اكس وفي ميديوم سايز اكس وفي سمول اكس. اللارج عندنا 2، الميديوم عندنا 4، السمول عندنا 2. تمام. اللارج احنا عندنا اول 2 خالص في المنهج، ودول سهلين ما فيهمش حاجه وبنقدر نفرغهم بسهوله تحت الميكروسكوب. اول حاجه الفاشيولا هيباتيكا، وتاني واحده الشيستوزوما مانسون. هنرسمها كده، ادي الفاشيولا هيباتيكا وادي الشيستوزوما مانسوني. الاثنين دولت بيبقوا كولرز طبعا. اي حاجه كولر عندنا في المنهج بنقول عليها يلو، يلوش براون كولر. تمام. الفاشيول هيباتيكا بنعرفها ازاي؟ بتبقى هي اوفل ان شيب، وبيبقى فيه فوق كده اوركلا اللي هي الحته دي تحت الميكروسكوب، بتحس ان هي من هنا كده كلها كانك محددها ماركر اسمر من جاي من بره الول بتاعها، وبيجي على الاطراف بالظبط وما عادش فيه الماركر الاسمر ده واقف. تمام. الشيستوزوما مانسوني بقى بيبقى فيه ليها لاترال سباين، وده تبقى برضه واقفه تحت الميكروسكوب مش عايزه حاجه. دي اماتيور، والشيستوزوما مانسوني ماتيور. لو فاكرين الفاشيول هيباتيكا كانت بتنزل اماتيور لحد ما تروح الووتر وتهد ويحصل لها ماتيوريشن وتهاتشي، ماتيوريشن وتهاتشي. الشيستوزوما مانسوني كانت بتخش في السب ميكوزا وكانت بتقعد 6 ايام لحد ما يحصل لها ماتيوريشن. تمام. بعد كده تنزل اليوم بتاع اللارج انتستين وتطلع مع الاستول ماتيور. يبقى احنا كده هنقول ان هي اماتيور. طبعا هي اوفر فهتضرب اي رقم طول في عرض، مثلا 150 في 70 مايكرون. تمام. قلنا ليها اوبركولم، قلنا يلو براوش ان كلر. تمام. الشيستوزوما مانسوني قلنا ان هي ماتيور، قلنا ليها لاترال سباين، قلنا ان هي اوفال هتضرب برضو اي رقمين طول في عرض. تمام. وقلنا ان الكلر بتاعها يلوش براون ان كلر. تمام. هنخش بقى بعد كده على الميديوم سايز. الميديوم سايز عندنا 3، نحفظ اول حرف تي، عندنا 4 اسف، اي اي اي. التي بتاعت تركيوروس تركيورو، الاي بتاعت انتروبيوس تروبيوس بالميكوريلس. تمام. الاي بتاعت الاسكاريس، الاي الاخيره بتاعت الانكلستوم. يبقى انا تي اي اي اي. تمام. احفظ اول حروف بتاعت الاربع كلمات عشان اعرف احفظهم. التريكيوريس تريكيورا بتبقى شبه الصينيه برضو اوفر ان شيب، ودي بتبقى واضحه جدا تحت الميكروسكوب، اللي هي اسمها تو بولر بلاجز، تو بولر بلاجز. تمام. الانتروبيس اللي هي سهله جدا اسمها دي شيب، تبقى كده من حته بتبقى خط والحته الثانيه بتبقى يعني ايه واخده كونكيف شويه، كونكيفت شويه، والامبريو اللي جواها بيبقى عامل كده. تمام. الاسكاريس اهيت، حرف الاس ده يعني كان اهلا ميليتد، يعني نعمل كده ادي اس 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 كده، يعني من بره بيبقى اسمها لاميليتد. تمام. وادي الامبيريو بتاعها، وهنعرف دلوقتي اللون والانفرام بعض ازاي. اخر واحده انكلستوما تبقى اوفال ان شيب، ادي 1 2 3 4، بيبقى جوه الامبيريو اسمه فور سيل ستيج امبيريو. ماشي. عندنا دي ملونه دي لا، دي ملونه دي لا، يعني احفظها مثلا ايه يمين شمال يمين شمال، يبقى تي اي 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 يمين شمال يمين شمال. تمام. يبقى دي اول واحده عندنا colored، دي transparent، دي colored، دي transparent. يبقى احنا كده عرفنا الفيتشرز واحنا ماشيين مع بعض. طبعا الكولر هنقول ايه يلوش براون كولر. طب الاسكاريس برضو يلوش براون كولر، انما الانتروبيس والانكلستوما الاثنين دولت بيبقوا ترانسبيرنت. طبعا قلنا التريكيوريس تريكيورا شبه الصينيه عشان عندها تو بولرز بلاج، بولر بلاجز اسف. تمام. الحته دي هنا كده اسمها ثيك براون شيل، يعني على الجوانب تو بولر بلاجز، الحته الطوليه دي اسمها ثيك براون شيل. تمام. نخش، طب استنى نقول بالمره، ديت اماتيور
كلهم اماتيور ما عدا الانتروبيس. دي اماتيور، دي اماتيور، الانتروبيس الوحيده هي اللي فيهم هي اللي بتبقى ماتيور. تمام، نخش على الانتروبيس. قلنا اول حاجه فيها دي شيب، قلنا تاني حاجه فيها ان هي ترانسبيرنت او كولرليس، قلنا تالت حاجه فيها ان هي دي شيب. تمام، ده بما ان هي ماتيور هتبقى كونتين فولي ديفلوبد لارفا. دي طبعا اللارفا تبقى نايمه على نفسها كده جوه ليك. يبقى الانتروبيس ترانسبيرنت او كولرليس، قلنا ان هي دي شيب، قلنا ان هي ماتيور كونتيننج فولي ديفلوبد لارفا. تمام، قلنا ترانسبيرنت او كولرليس. تمام، خلصنا الانتروبيس. نخش على الاسكاريس. الاسكاريس قلنا ان هي طبعا ملونه، يبقى يلوش براون ان كولر، ممكن تبقى اوفال، ممكن تبقى مدوره كده، ممكن تبقى اوفال. تمام، وطب احنا قلنا حرف الاس، حرف الاس ان احنا نحطها حوالين ايه كده من بره فتبقى لاميليتد. تمام، وقلنا اوفال، اوفال هتضرب باي رقم طول في عرض، قلنا يلوش براون كولر، قلنا ان هي اماتيور والماميليتد اوتر شيل اللي هو اللي بره ده. تمام، الانكلوستوما بقى، الانكلوستوما قلنا دي تبقى اوفال، قلنا مش ملونه، تبقى كولرليس او ترانسبيرنت، قلنا جواها فور سيل ستيج امبريو او موريلا. تمام، اوفال ان شيب واماتيور. طيب انا ايه اللي تحت الميكروسكوب ممكن يلخبطني؟ اللي ممكن تلخبطني الفاشيولا هيباتيكا والانكلوستوما. اعرفهم من بعض ازاي؟ اعرف اولا ان دي ملونه لحد ما عشان لو ما عرفتش اجيبها باللون. طيب لو ما عرفتش اجيب باللون، الفاشيولا قلنا هي بتبقى من بره كده غامقه 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 غامقه، وجينا عند طرف معين واللون اللي هو كان الماركر الاسمر اللي انا محدده ده واقف، انما دي مش كده. قلنا دي هتبقى كلها ترانسبيرنت، لونها ابيض تحت الشريحه، ومن النص اللي هنشوفه مش هشوف طبعا الاربعه، تبقى عامله كده وشوط شخبطه. تمام، ومش هشوف اللي هو متحدده اللي هو الغامق قوي كده لدرجه ان هو هنا واقف. تمام، يبقى هو هتبقى دايره كده والدايره دي كلها مشخبطه، انما هنا الشخبطه دي بس على الجوانب، وهنا عشان الاوبركولوم بيبقى الشخبطه دي اختفت من الجنب. تمام، نقولهم تاني. يبقى احنا عندنا اربعه تي اي 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 كلهم اماتيور ما عدا الانتروبيس، يمين شمال يمين شمال. يبقى التريكيورز والاسكاريس دولت ملونين. التريكيورز قلنا فيها تو بولر بلاجز، الانتروبيس قلنا دي شيبد وتبقى كولرليس، الاسكاريس قلنا فيها ماميليتد من بره اللي هو الخط الغامق اللي بره ده، الانكلوستوما قلنا فيها فورسيل ستيج امبيريو او موريلا، وبتبقى كولرليس او ترانسبيرنت. تمام، نخش بعد كده على السمول، فاضل لنا اتنين. اول واحده فيها تينيا، طبعا احنا لا هنقول تينيا ساجيناتا ولا تينيا سوليا، ما احنا هنقول تينيا بس، لان الاثنين اكز ما بقدرش اعمل لهم ديفرنشيشن تحت الميكروسكوب، يبقى انا قلت تينيا بس. وتاني واحده هيمونوليبس نان، تينيا بتبقى مدوره كده ده انا اشوف تحت الميكروسكوب ومن بره غامقه بالظبط كده. وبتبقى colored. تمام، الهيمونوليب اسنانه بتبقى دايره سفيركل او اوفل مش مشكله، جواها دايره تانيه بينهم من بعض سبيس كبير، وبتبقى ترانسبيرنت. طيب التانية قلنا ان هي بتبقى اوفال ان شيب، بتبقى يلوش براون ان كولر، قصدي معلش بتبقى راوندد او سفيريكال يلوش براون ان كولر، وبيبقى عندها دبل لاير ثيك براون شيل ستريتد. ان احنا قلنا من بره ده بعرفها ان لونها غامق، اللون الغامق ده عشان ايه؟ عشان هي عندها تو لاير، الشيل بتاعتها بتبقى ثيك وتو لاير وستريتد وبراون ملونه. تمام، الهيمونوليب سنانه قلنا ترانسبيرنت، قلنا تبقى سفيريكال او اوفال، وطبعا الاثنين دولت ما قلناش قلنا ماتيور ماتيور. يبقى نقول تاني براحه كده، عندنا السمول اكس التانية والهيمونوليب سنانه، التانية ماتيور ودي ماتيور، التانية يلوش براون كولر، دي هتبقى ترانسبيرنت، دي راوندد، دي راوندد او اوفال، ديت عندها ثيك تو لير اوف ثيك شيل ستريتد وبراون. تمام، ده هنا بيبقى فيه اللي انا عرفته تحت الميكروسكوب، بيبقى فيه سبيس بين الامبيريو وبين الشيل بتاع الايج اللي هو الثين شيل بتاع الايج. يبقى احنا كده خلصنا سكيما كبيره للايجز. هنقول تاني اللي ممكن يلخبطنا، اول ما اخش تحت الميكروسكوب الشيزوزوما ماسوني بتبقى اللاترال سباين بتاعها معروف
سهل جدا. الدريكيوس تريكيورا بيبقى لها توبولار بلاجز سهل جدا. الانتروبريس دي شيب بتتعرف. الاسكاريس لها مملت من بره. طيب الفرق بين الاسكاريس ازاي مثلا وبين التانية؟ التانية دي راوند دي اوفر تمام، ودي بتبقى صغيره جدا الى حد ما. ديت بقدر افرقها، وكمان بقدر افرق ان لها امبريو جوه تمام. الانكلوستوما قلناها عشان افرقها بين الفاشيولا هيباتيكا. الفاشيولا بتبقى كلر يلوش براون ان كلر، ديت بتبقى ترانسبيرنت تمام. والفاشيولا بحس ان هي كلها كده من جوه ان هي هيموجينس، كلها كده لون بني او لون اصفر، انما لا هنا فيها شخبطه، هي ترانسبيرنت وفيها شخبطه كتير كده اللي هو الامبيريو تمام. هنا بتبقى فيها اوركلم. قلنا الهيمنوب ستانا بتبقى دايرتين جوه بعض، دايره صغيره ودايره كبيره بينهم وبين بعض مسافه، وتبقى ترانسبيرنت بس كده. واتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون فاتكم، وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.